بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده للناس اللي مهتمة بمجال البحث العلمي، وخاصة الكليات النظرية اللي هي معظم دراستها باللغة العربية. في الفيديو ده هنشوف ازاي نحول، لو انا عندي ملف PDF احوله لملف وورد. في برامج كتير او في مواقع كتير ان انا احول بيها لو عندي ملف عايز احوله الى ملف وورد، ولكن المشكلة بتكون في اللغة العربية، يعني اللغة الإنجليزية. لو أنا عندي ملف PDF باللغة الإنجليزية، في برامج كتير أنا بحوله بيها، سواء كانت أونلاين أو برامج أنا محملها، لكن المشكلة كانت في اللغة العربية. لو أنا لما باجي أحول الملف من PDF لوورد كان بيحصل معايا بعض المشاكل، إن الكلام كله بيدخل في بعض. تمام. النهاردة هنشوف طريقة مع بعض إزاي نحول ملف باللغة العربية من PDF إلى وورد. اول حاجة، الملف بتاعي ملف بالشكل ده، انا عايز احوله الى ملف وورد. اول حاجة هعملها هاخد الملف ده واخش ان انا احوله من PDF احوله الى صورة، احوله من PDF الى صورة زي الموقع ده. الموقع ده بيحول لي من PDF الى صورة. تمام. بعد ما احول الملف من PDF لصورة، اهو انا حولته، اهو ادي صورة اهي. تمام. الملف ده هو حولته من PDF لصورة. هاجي على الجوجل درايف. الجوجل درايف الناس كلها عارفة الجوجل درايف. تمام. وهقول هاجي هنا على ماي درايف، اعمل ابلود للصورة دي، اعمل ابلود للصورة اهي. انا كده عملت ابلود اهي للصورة اهي. تمام. بعد كده هدوس على الصورة كليك يمين وادوس على اوبن ويز. تجي لك هنا بعض الخيارات بتاعتك، هتدوس على جوجل دوكيمنتس اللي هي جوجل دوك، هيفتح معانا الملف. اهو ادي الصورة اهي اتحولت اهي لملف اهو وورد اهو. اقدر اغير فيه، اقدر امسح فيه اهو، اقدر اكتب فيه اهو. تمام كده انا قدرت احول ملف PDF الى ملف وورد اهو، بنسبة يعني نسبة التحويل صحيحة 100%، ان انا قدرت احول ملف PDF حولته لوورد. هنقول الخطوات مع بعض تاني. اول حاجة احول ملف PDF بتاعي اللي هو باللغة العربية احوله الى صورة. بعد ما احوله الى صورة ارفع الصورة دي على الجوجل درايف بتاعي. بعد ما رفعت الصورة على الجوجل درايف هرفع الصورة، ادوس كليك يمين هقول له اوبن ويز جوجل دوكومنتس. كده انا قدرت احول ملف باللغة العربية من PDF الى ملف وورد بطريقة صحيحة 100%. السلام عليكم.